الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، ونسألك اللهم علما نافعا ينفعنا. هذا الدرس في هذه الدورة سنشرح فيه إن شاء الله كتاب أو باب الهبة والعطية في هذا اليوم الثلاثاء 25 من شهر ربيع الآخر من عام 1440 للهجرة، والذي يوافقه الأول من شهر يناير من 2019 ميلادية. نبدأ بباب الهبة. قال المؤلف رحمه الله: باب الهبة. الهبة معناها في اللغة من هبوب الريح، يقال وهبت له الشيء وهبا ووهبا وهبة. وأما تعريف الهبة اصطلاحا فهي كما عرفها المؤلف رحمه الله، حيث قال: وهي تمليك المال في الحياة بغير عوض. هذا هو التعريف الاصطلاحي للهبة، تمليك المال في الحياة بغير عوض. ولكن هذا التعريف قد يدخل مع الهبة أمور أخرى يكون فيها التمليك في الحياة بغير عوض، فقد يدخل معها الصدقة، فإن الصدقة فيها تمليك للمال في الحياة بغير عوض، وكذلك أيضا الهدية. ولذلك لا بد من أن نضبط هذه المصطلحات. فإذا كان المقصود مقصود الواهب نفع المعطى فهو هبة، أما إذا كان مقصود المعطي ثواب الآخرة فهذه صدقة، أما إذا كان مقصود المعطي التودد والتحبب إلى من أعطاه فهذه هدية. فإذن هي تختلف باختلاف القصد وباختلاف نية من يبذل هذا العوض. فالقصد هنا مؤثر، فقد يكون تمليك المال في الحياة بغير عوض قد يكون هبة، وقد يكون صدقة، وقد يكون هدية، فهو بحسب القصد. وإلا يجمعها كلها أنها تمليك للمال في الحياة بغير عوض. ثم قال المؤلف رحمه الله: وتصح بالإيجاب والقبول، أي تصح الهبة بالإيجاب والقبول. والإيجاب هو اللفظ الصادر من الواهب، والقبول هو اللفظ الصادر من الآخذ، كأن يقول الواهب: وهبتك هذا الشيء، أو أعطيتك إياه، أو ملكتك إياه، ونحو ذلك. ويقول الآخذ: قبلت أو رضيت، ونحو ذلك، مما يدل على القبول. أيضا قال: والعطية المقترنة بما يدل عليها، يعني تصح الهبة أيضا بالصيغة الفعلية، وهي أن يعطيه مالا ويقترن هذا الإعطاء بما يدل على أنه هبة. ومن أمثلة ذلك أن يتزوج شخص فيرسل إليه قريبه أو صديقه، يرسل إليه شاة ليذبحها مثلا، فهذه هبة، وهبه هذه الشاة هبة ليذبحها في زواجه، ونحو ذلك. قال: وتلزم بالقبض، تلزم الهبة بالقبض. فإذا قبض الموهوب له الهبة فقد لزمت، ولا يحل للواهب حينئذ أن يرجع فيها. قد قال عليه الصلاة والسلام: العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. قال الشافعي: ليس لنا مثل السوء، يعني هذا مثل سوء ضربه النبي صلى الله عليه وسلم لمن يرجع ويعود في هبته، بأنه كالكلب يقيء ثم يرجع في قيئه. وأيضا يدل لذلك قصة أبي بكر الصديق، قد أخرجها مالك في الموطأ بسند صحيح
أن أبا بكر نحل ابنته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها 20 وسقا من ماله بالغابة، فلما حضرته الوفاة قال: يا بني ما من أحد من الناس أحب إلي غنى بعدي منك، ولا أعز علي فقرا بعدي منك، وكنت قد نحلتك جذاذ 20 وسقا، فلو كنت حزتيه أو جذذتيه كان لك، وإنما هو اليوم مال وارث فاقتسموه على كتاب الله، وإنما هما أخواك واختاك. قالت: وليس لي أخت سوى أسماء. قلت: فمن أختي الثانية يا أبتي؟ قال: ما في بطن بنت خارجة أراها أنثى، فولدت أنثى كما ظن. خارجة بن زيد هي بنت خارجة بن زيد، هي زوجة أبي بكر الصديق، وكانت حاملا وقت وفاته، وأبو بكر من أعظم الناس فراسة، فتفرس أن حمل زوجته أنه أنثى، ولذلك مباشرة قال: إنما هما أخواك وأختاك. فعائشة قالت: أختي أسمى فقط، من الثانية؟ قال: ما في بطن بنت خارجة. وبالفعل ولدت أنثى، لأن أبا بكر عنده فراسة عظيمة، وهو أعلم الصحابة وأفقه الصحابة وأفضل الصحابة رضي الله عنه ورضي الله عنهم أجمعين. ولهذا لما كان في الحديبية وقبل النبي صلى الله عليه وسلم بنود الصلح التي ظاهرها أن فيها غضاضة على المسلمين وأنها في مصلحة قريش، كل تكلم واعترض، يعني ناقش النبي عليه الصلاة والسلام في هذا بمن فيهم عمر، إلا أبو بكر الصديق كان عنده رسوخ وقوة يقين، قال: يا عمر، إنه رسول الله، استمسك بغرزة. ثم تبين أن تلك الصلح أنها ليست فقط فيها مصلحة للإسلام والمسلمين، بل هي فتح مبين. ولهذا أنزل الله تعالى عند رجوع المسلمين من الحديبية: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. ما المقصود بالفتح؟ ليس فتح مكة، هذه نزلت في السنة السادسة، وليس فتح خيبر، المقصود بصلح الحديبية، سماه الله فتحا لأن عاقبته في الحقيقة فتح. وهذا يدل على أن بعض الأمور تكون في ظاهرها فيها شر، لكن في عاقبتها خير عظيم وفتح مبين للإسلام والمسلمين. والشاهد من هذه القصة أن أبا بكر رضي الله عنه قال لعائشة: لو كنت حزت هذه الهبة كانت لك، لكنك لم تحوزيها فرجعت ميراثا. فدل هذا على أن الهبة إنما تلزم بالقبض. والإنسان إذا أعطى غيره شيئا، سواء كان هبة أو صدقة أو هدية، فلا يحل له أن يرجع فيها بعد القبض، وأما قبل القبض فله الرجوع. لكن المن بالمعروف يبطله، كما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. بعض الناس ما يتصدق إلا ويمتن، ما يفعل معروف إلا ويمتن، يعني المنة خلق ملازم له، وهذا من أسوأ الأخلاق. وقد ضرب الله مثلا لإبطال أجر من يمن في صدقته، ضرب الله المثل قال: فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا. الصفوان هو الحجر الأملس، تصور حجر أملس عليه تراب فأصابه وابل، نزل عليه مطر غزير، هل يبقى شيء على هذا الحجر الأملس من هذا التراب؟ ما يبقى، مطر غزير على حجر أملس سيذهب التراب كله. هكذا أيضا المن يبطل أجر الصدقة تماما، ويبطل المعروف، ويبطل الهبة،
ولذلك الذي سيتصدق ولن يحفظ كرامة من يتصدق عليه الأحسن لا يتصدق، وإنما يكتفي بقول معروف وكلام حسن، كما قال الله تعالى: قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. هذه الصدقة التي فيها منة وأذى لا خير فيها ولا داعي لها. الله تعالى عندما رغب في الصدقة رغب فيها محفوظة معها كرامة الفقير والمسكين، أما أن يعطى هذا الفقير أو المسكين الصدقة وتجرح كرامته وتسلب فهذا ليس مراد الشارع من الصدقة. ولذلك حتى طلب الدعاء، إذا تصدقت على فقير لا تقول له ادع لي، هذا نوع من الشكور. الله تعالى قال عن الأبرار: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. كانت عائشة رضي الله عنها إذا بعثت غلامها بالصدقة تقول: انظر إلى ما يدعون له، انظر إلى ما يدعون لنا به فادعوا لهم بمثله، فإذا قالوا بارك الله فيكم فقل وفيكم بارك. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: لا حسد يعني لا غبطة إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، يعني لا غبطة إلا في اثنتين، منهم رجل أعطاه الله مالا فسلطه على هلكته يعني على إنفاقه في سبل الخير، وإنما عبر بالهلكة كأن هذا المتصدق أهلك هذا المال وانقطعت صلته تماما به، فلم يمتن على من تصدق عليه به لا في الحال ولا في المآل. وهكذا أيضا المنة بالهبة والمنة بالعطية والمنة بالمعروف والمنة بالهدية، هذه تبطل هذه الأشياء كلها. ولذلك الذي يريد أن يفعل الخير ويمتن به نقول له: لا تفعله، اترك، قل قولا معروفا، هذا أحسن من أن تفعل الخير وتمتن به. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. قال المؤلف رحمه الله: ولا يجوز الرجوع فيها، لا يجوز الرجوع في الهبة بعد القبض إلا للوالد فيما يعطيه ولده، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لأحد أن يعطي عطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده، خرجه أصحاب السنن وأحمد بسند صحيح. فالوالد له أن يرجع في هبته ولو بعد قبض الولد، وذلك لأن مال الولد هو مال للوالد في الحقيقة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنت ومالك لأبيك، وقال: إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم، رواه أصحاب السنن بسند جيد. فكأن الوالد عندما يرجع في هبته هو في الحقيقة رجع في ماله هو، فمال الولد مال لوالده، ولذلك يجوز للوالد أن يرجع في هبته لولده. قال المؤلف رحمه الله: والمشروع في عطية الأولاد أن يسوي بينهم على قدر ميراثهم، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. عطية الوالد لولده تنقسم إلى قسمين: القسم الأول عطية محضة، فهنا يجب العدل بين الأولاد، وذلك بالتسوية بين الذكور، وأن تعطى الأنثى نصف الذكر، ولهذا قال: على قدر ميراثهم. ولا يجوز أن يخص أحد الأولاد بعطية دون بقية إخوته، والعدل بين الأولاد اختلف العلماء، اختلف الفقهاء في حكمه على قولين: القول الأول أنه واجب، وهذا هو المذهب عند الحنابلة، وهو من المفردات. ما معنى هذا المصطلح من المفردات؟ نعم، أي نعم أحسنت،
يعني انفرد به الحنابل عن بقية المذاهب الثلاثة، معنى ذلك أن المذاهب الثلاثة على خلاف هذا القول. فالقول الأول إذن هو وجوب العدل، وهو مذهب الحنابلة، واستدلوا بالحديث الذي ذكره المؤلف، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. قال هذا لما أتى بشير بن سعد بابنه النعمان ليشهد النبي صلى الله عليه وسلم على عطية أعطاه إياها، لأن أم النعمان قالت: لا أرضى حتى تشهد رسول الله، كأنها بفطرتها يعني استنكرت كيف يخص النعمان. فلما أتى بشير بابنه النعمان قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أكل ولدك أعطيته هكذا؟ قال: لا. قال: اتقوا الله واعدلوا بين أولادك. وفي لفظ: أشهد على هذا غيري فإني لا أشهد على جور. فسماه النبي صلى الله عليه وسلم جورا، فدل هذا على وجوب العدل بين الأولاد. القول الثاني أنه يستحب العدل بين الأولاد ولا يجب، وإلى هذا ذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية. والقول الراجح هو القول الأول، وهو وجوب العدل، وذلك لأن الأصل في الأمر أنه يقتضي الوجوب، قد قال عليه الصلاة والسلام: واعدلوا بين أولادك. ولأنه اعتبر عدم العدل جورا قال: لا تشهدني على جور. ولأن عدم العدل بين الأولاد يورث الشحناء والعقوق وقطيعة الرحم. ولنا عبرة في قصة يعقوب. يعقوب عليه السلام كان عنده يوسف وبنيامين، وقد ماتت أمهما، وكان عنده 11 ابنا آخرين، فكان يعطف على يوسف وأخيه باعتبار أن أمهما ميتة ويحبهما أكثر من بقية إخوتهما، ولم يعذروه بذلك، بل قالوا: ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة، إن أبانا لفي ضلال مبين. ضلال مبين، انظر كيف وصف أباهم بالضلال، وليس ضلال فقط، مبين. اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. فانظر كيف أن هذا يعني أدى بهم إلى هذه الدرجة بسبب هذا التفضيل، مع أن يعقوب يرى أنه يعني معذور باعتبار أن هذين ماتت أمهما وبحاجة لمزيد من العطف والحنان وكذا، لكن لم يعذره، وحصل ما حصل مما قصه الله تعالى علينا في القصة العظيمة، قصة يوسف. فتفضيل الأب وهكذا الأم بعض أولادهما على بعض يورث الشحناء والكراهية لأبيهم وأمهم ولأخيهم. ولهذا حتى في المحبة، المحبة قد لا يستطيع الإنسان يعني لا يملكها الإنسان، لكن لا يظهر محبة أحد الأبناء دون البقية، لا يظهر ذلك. ولذلك الأب الصالح هو الذي لا يعلم أبناؤه وبناته أي أبنائه وبناته أحب إليه. إذن القسم الأول عطية المحضة يجب فيها العدل بالتسوية بين الذكور، أن تعطى الأنثى نصف الذكر. القسم الثاني هذا لم يذكره المؤلف، وهو عطية الحاجة، والعدل فيها أن يعطي كل واحد من الذكور والإناث ما يحتاج إليه. فعطية الابن في المرحلة الابتدائية الصغير ليست كعطية الابن الكبير في المرحلة الثانوية، وعطية الابن المريض الذي يحتاج إلى أدوية وعلاجات ليس كعطية الصحيح. والأنثى قد تحتاج إلى خلع مثلا، قد تكون مطلقة، عطيتها تختلف عن عطية الذكر، ربما أن عطية الأنثى تزيد على الذكر بسبب أنها أحوج. فيعطي كل واحد ما يحتاج إليه. فالعدل هنا في هذا القسم أن يعطي كل واحد ما يحتاج إليه، فيعطي يعني الصغير ما يحتاج إليه، يعطي الكبير ما يحتاج إليه، يعطي الذكر ما يحتاج إليه، يعطي الأنثى ما تحتاج إليه. هذا هو العدل.
ولا يلزمه أن يسوي بينهم. فمثلا حوائج هذا الصغير ليست كحوائج الكبير، حوائج الذكر ليست كحوائج الأنثى، بل إن التسوية في هذه الحال ليست عدلا. إذن عندنا قسمان من عطية، القسم الأول عطية المحضة، هذه تجب فيها التسوية بين الذكور والأنثى تكون على النصف من الذكر. القسم الثاني عطية الحاجة، وهذه يعطي كل واحد من الأولاد ما يحتاج إليه، والأم في ذلك كالأب، الأم فيما ذكر كالأب. طيب، لو كان أحد الأبناء يعمل مع أبيه في تجارة أو في مزرعة ونحو ذلك، بينما بقية الأبناء لا يعملون، فهل يجوز أن يخصه بعطية؟ نعم، يخصه بشرط عدم المحاباة، يعني يعامله معاملة الأجنبي، كما لو أتى بأجير أجنبي وقال اشتغل معي في هذه التجارة، كم يعطيه؟ إذا قال يعطيه كذا، إذن يعطي هذا الابن كذا. فهنا يجوز إذا أن يعطيه مقابل عمله من غير محاباة له، ويعامله معاملة الأجير الأجنبي. ثم قال المؤلف رحمه الله: وإذا قال لرجل أعمرتك داري، أو قال هي لك عمرك، هي لك عمرك، فهي له ولورثته من بعده. وهذه تسمى العمرة، وهي نوع من الهبة، قد كانت موجودة في الجاهلية. وجاء في حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالعمرة لمن وهبت له، اتفق عليه. والعمرة مأخوذة من العمر، بأن يقول هذه الدار وهبتك هذه الدار عمرك، إذا قال عمرك طيلة عمرك لك هذه الدار. يقول المؤلف إنها تكون له وتكون لورثته من بعده، ولكن لو شرط المعمر رجوعها إليه، قال هي لك طيلة حياتك وبعد وفاتك ترجع إلي، فإنها ترجع له على القول الراجح، لقول جابر: إنما العمرة التي أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول هي لك ولعقبك، فأما إذا قال هي لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها، وإن قال سكناها لك عمرك فله أخذها متى شاء. إن قال سكناها لك يعني طيلة عمرك، قال فله أخذها متى شاء، لأن صاحبها إنما أباح الانتفاع بها بالسكنى، قالوا فهي عقد غير لازم كالعارية. وقال بعض العلماء إنه ليس لصاحبها أخذها إلا بعد وفاة المعمر، لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. هو الآن قال هي لك سكناها لك عمرك، فليس له أن يأخذها ما دام حيا، إنما تعود إليه بعد وفاته. ثم قال المؤلف رحمه الله: باب عطية المريض. والمراد بالمريض هنا المريض مرض الموت. قال المؤلف: تبرعات المريض مرض الموت، ومن هو في الخوف كالمريض. المريض مرض الموت هو المرض الذي يموت فيه الإنسان، يشتد معه المرض ويموت فيه، وهذا المرض يكون سبباً للحجر على الإنسان فيما زاد على الثلث، فلا يتصرف في أمواله فيما زاد على الثلث ما دام أنه مريض مرض الموت. ضابط مرض الموت أنه المرض الذي يموت فيه الإنسان. وقال: ومن هو في الخوف كالمريض، يعني هناك أناس ليسوا مرضى مرض الموت ولكنهم يأخذون حكم مرض الموت، ومثل المؤلف بأمثلة، قال: كالواقف بين الصفين عند التحام القتال. الواقف بين الصفين يعني على خط المواجهة في المعركة، فلو أن شخصا على خط المواجهة في المعركة قال لمن حوله: أشهدكم أني أوقفت جميع أموالي في سبل الخير، ثم قتل ومات، ف
فهل ينفذ هذا الوقف؟ ينفذ في الثلث فقط. أو أشهدكم أني وهبت أموالي كلها لفلان، أو وهبت أموالي للجمعية الخيرية، أو نحو ذلك، فلا تنفذ تصرفاته إلا في حدود الثلث. طيب، كيف قلنا لا تنفذ إلا في الثلث وهو ليس مريضا مرض الموت؟ نقول هو في حكم المريض مرض الموت، لأنه على خط المواجهة في المعركة عند التحام الصفوف. قال: ومن قدم ليقتل، أتي بإنسان ليقتل محكوم عليه بالقصاص أو بالقتل حدا أو تعزيرا، فأنزله الجنود لكي ينفذ فيه الحكم. قبل أن ينفذ فيه قال: أشهدكم أني قد وهبت جميع أموالي للجمعية الخيرية، هل تنفذ هذه الهبة؟ لا، تنفذ الثلث فقط. أشهدكم أني وقفت جميع أموالي لله تعالى، لا ينفذ إلا بحدود الثلث. فإذا هذا حكمه حكم المريض مرض الموت. قال: وراكب البحر حال هيجانه. كذلك لو هاج البحر وهو في سفينة أو في باخرة، فقام ووهب جميع أمواله لجهة أو لشخص، أو وقف جميع أمواله، فلا ينفذ إلا في حدود الثلث فقط، فيكون حكمه حكم من في مرض الموت. لكن المؤلف اشترط لهؤلاء شرطا، قال: إذا اتصل بهم الموت. فلو افترضنا أن هذا الذي قدم ليقتل قصاصا قال: أشهدكم أني وهبت جميع أموالي الجمعية الخيرية، ثم إن ولي الدم عفى لما رفع السياف السيف، عفى ولي الدم فلم يقتل هذا الشخص، فهل تنفذ هبته؟ نعم تنفذ، لأنه لم يتصل بالموت، فلا بد إذن أن يتصل بالموت. المرض لا بد أن يتصل بالموت، وهؤلاء الذين ذكرهم المؤلف لا بد أن يتصلوا بالموت فيموتون. قال: حكمها، يعني حكم العطية، عطية المريض، حكم وصيته في ستة أحكام. أحدها أنها لا تجوز لأجنبي بزيادة على الثلث، ولا لوارث بشيء إلا بإجازة الورثة. فالوصية والعطية والهبة في مرض الموت ومن في حكمهم لا تجوز لأجنبي فيما زاد على الثلث، ولا لوارث، ولا لوارث بشيء. فحكمها حكم الوصية تماما. رأيت الوصية لا تجوز لوارث، هكذا أيضا عطية المريض مرض الموت لا تجوز لوارث إلا بإجازة الورثة. قال: لما روي أن رجلا أعتق ستة مملوكين. لو أن المؤلف قال لما ورد أو لما ثبت أو لما جاء لكان أجود في العبارة، لأن كلمة روية تدل على التمريض والتضعيف، مع أن الحديث في صحيح مسلم. قال: أن رجلا أعتق ستة مملوكين عند موته لم يكن له مال غيرهم، فدعا بهم النبي صلى الله عليه وسلم فجزأهم أثلاثا، فأعتق اثنين وأرق أربعة. وهذا الحديث رواه مسلم. فهذا الرجل عند مرض موته أعتق جميع ماله، جميع العبيد الذين عنده، وليس له مال غيرهم، يعني كأنه تصدق بجميع أمواله، وليس له أن يتصدق بجميع ماله ما دام في مرض الموت. ولذلك أنفذ النبي صلى الله عليه وسلم هذا العتق في حدود الثلث فقط، وأتى بهؤلاء الستة العبيد وأقرع بينهم وجزأهم أثلاثا، فأرق اثنين، فأعتق اثنين وأرق أربعة، أعتق اثنين وأرق أربعة. وجاء في بعض الروايات وقال له قولا شديدا، يعني عاتب على هذا التصرف. الحكم الثاني أن الحرية تجمع في بعض العبيد بالقرعة إذا لم يفي الثلث بالجميع للخبر، يعني إذا لم يفي الثلث بالعتق كما في القصة السابقة في من عنده ستة عبيد فاعتقهم، فتجمع في بعضهم بالقرعة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق.
الحكم الثالث أنه إذا اعتق عبدا غير معين أو معينا فأشكل، يعني فنسي، أخرج بالقرعة. فالقرعة يلجأ إليها عند عدم وجود المرجح، يلجأ إليها في هذه المسألة: اعتق عبدا غير معين أو معين ونسيه، فإنه يخرجه بالقرعة. والقرعة قد وردت في القرآن الكريم في موضعين، القرعة وردت في موضعين من القرآن، من يذكرهما؟ نعم، قصة يونس فساهم فكان من المدحضين. يونس عليه الصلاة والسلام خرج مغاضبا، دعا قومه لم يستجيبوا له، فخرج مغاضبا فركب البحر. لما ركب البحر هاج البحر، ومن عادة الناس في السفينة أنه إذا هاج البحر يرمون أولا أمتعتهم في البحر كي تخف السفينة، فإذا لم ينفع ذلك رموا بعضهم لكي ينجو البعض، فرموا أمتعتهم فلا زالت السفينة مضطربة. قالوا إذا نضحي بواحد من ركاب السفينة كي ينجي البقية، لا نموت كلنا. فأقرعوا بين من في السفينة، خرجت القرعة على يونس، فقالوا إذا خرجت عليك القرعة نرميك في البحر، فرموه في البحر فإذا حوت فاتح فمه، فوقع في بطن الحوت مباشرة، فنادى في الظلمات. لما وقع في بطن الحوت في مكان مظلم نادى في الظلمات: أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فقالت الملائكة: يا ربي صوت معروف من عبد معروف. فاستجاب الله له وأمر الحوت بأن يلفظه ولا يمسه بسوء، فلفظه الحوت، ولما خرج إذا هو ضعيف البنية، فأنبت الله عليه شجرة من يقطين، يعني من القرع. ثم أرسله الله تعالى إلى قومه وكانوا 100,000 أو يزيدون، فدعاهم فآمن. والموضع الثاني الذي ورد في القرعة وردت فيه القرعة في القرآن، نعم، في قصة مريم. مريم كانت يتيمة وتنافس عليها بنو إسرائيل، كل يريد أن يكفلها، وكان معهم زكريا، وزكريا هو زوج خالتها، فأتوا واقترعوا، وكانت القرعة بينهم أنهم يأتون إلى النهر ويلقون أقلامهم بطريقة معينة، فخرجت القرعة من نصيب زكريا فكفلها زكريا، وبقيت في بيت المقدس للخدمة، وأعطاها الله كرامة كانت تأتيها فاكهة الشتاء في الصيف وفاكهة الصيف في الشتاء. فتعجب زكريا قال: أنى لك هذا؟ قالت: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. فاشتاق زكريا للولد فدعا ربه فوهب الله تعالى له يحيى، كما قص الله تعالى علينا ذلك. فإذا القرعة يلجأ إليها عند عدم وجود المرجح، عند التساوي والمشاحة وعدم وجود المرجح يلجأ للقرعة، ومنها هذا المثال الذي ذكره المصنف رحمه الله. قال الرابع: أنه يعتبر خروجها من الثلث حال الموت، يعني أن زمن تقدير الثلث إنما يكون حال الموت لا قبله ولا بعده. وفرع المؤلف على هذه المسألة فقال: فلو أعتق عبدا لا مال له سواه أو تبرع به ثم ملك عند الموت ضعف قيمته تبين أنه عتق كله حين اعتاقه، لأن العبرة كون عند الموت. فهو لما اعتق لا يملك مالا غيره، هذا العتق يعني كأنه تصدق بجميع ماله، لكنه عند الموت أتته ثروة فملك ضعف قيمته، فحينئذ نقول إن عتقه لهذا العبد صحيح، وكان ما كسبه بعد ذلك له، أن يكون ما كسبه هذا العبد بعد عتقه وقبل الجزم بكونه حرا ملكا له، لأنه تبين أنه في هذه المدة حر، والحر يملك ما كسب. وإن صار عليه دين يستغرقه لم يعتق منه شيء، لو صار على سيد هذا العبد الذي اعتقه في مرض موته وليس عنده مال سواه، لو صار عليه دين يساوي قيمة هذا العبد لم ينفذ العتق، لم ينفذ العتق حينئذ.
قال ولا يصح تبرعه به، ولو تبرع المريض مرض الموت بعبده المملوك لشخص آخر وعليه دين يماثل قيمة العبد لم يصح هذا التبرع. ولو وصى بشيء فلم يأخذه الموصى له زمانا قوم عليه وقت الموت لا وقت الأخذ، وصى بشيء وهذا الموصى له ترك هذا الموصى به لم يأخذه، فإنه يقوم وقت الموت لا وقت الأخذ، لأن وقت موت الموصي هو وقت نفاذ الوصية فتعتبر قيمتها حينئذ. الخامس من الأحكام التي تشارك فيها العطية الوصية أن كونه وارثا يعتبر حالة الموت فيهما، أي النظر في حال الموصى له والمعطى في مرض الموت هل هو وارث أم لا، وهل يستحق الوصية والعطية أم لا، أم أنه غير وارث فيستحق، يكون ذلك بالنظر إلى وقت وفاة الموصي والمعطي. ووضح المؤلف هذه المسألة بمثالين. المثال الأول قال فلو أعطى أخاه ووصى له ولا ولد له، وصى لأخيه ولا ولد له. طيب إذا كان له أخ ولا ولد له هل يرث أخوه أو لا يرث؟ يرث. إنسان ما له ولد وله أخ وليس له أب، هل يرث أخوه؟ يرث أخوه. طيب هو قال أعطى أخاه ووصى له ولا ولد له، فولد له ابن. طبعا لما وصى لأخيه يكون قد وصى لوارث، لأن أخاه كان يرثه باعتبار أنه لا ولد له ولا أب، فكانت وصية لوارث لا تصح، لكن قبل الوفاة ولد له ولد، ولد لهذا الموصي ابن، فأصبح أخوه يرثه أو لا يرثه؟ لا يرثه، لا يرثه، أي نعم أصبح أخوه لا يرثه، فأصبحت الوصية لغير وارث فتصح، ولهذا قال المؤلف صحت العطية والوصية. واضح المثال؟ نعم. وصى لأخيه باعتبار أنه لا ولد له وهذا الأخ وارث له، قلنا وصيتك الآن غير صحيحة إذا استمريت على ذلك لأنه وصية لوارث، لكنه قبل وفاته رزق بابن فأصبح أخو غير وارث، فتكون هذه الوصية الصحيحة، لأن العبرة في الوصية بوقت الموت. هذا هو المثال الأول. طيب لو كانت المسألة بالعكس، مثل المؤلف مثال آخر قال ولو كان له ابن فمات بطلتا، يعني العطية والوصية، هذا رجل له ابن وله أخ فأوصى لأخيه باعتباره غير وارث، ثم إن ابنه مات فأصبح أخوه وارثا ومات هذا الموصي، فتبطل هذه الوصية لأنها أصبحت وصية لوارث، أصبحت وصية لوارث. قال عليه الصلاة والسلام إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. إذن العبرة في الوصية وفي العطية بوقت الموت وحال الموت. السادس أنه لا يعتبر رد الورثة وإجازتهم إلا بعد الموت فيها، أي أن الوصية التي أوصى بها مورثهم لأحد الورثة وكذا العطية وهو في مرض الموت لا تصح إجازة الورثة إلا بعد وفاة مورثهم، لأن ملكهم لمال هذا الميت إنما هو بعد وفاته، فإذا ملكوا جاز تصرفاتهم فيه، أما في حياته فإنهم لا يملكون هذا المال، لا يملكون هذا المال. طيب هذا رجل في زمن الصحة قال أنا أريد أن أوقف نصف ثروتي لله عز وجل في وجوه البر، هل يصح هذا الوقف أو لا يصح؟ نعم يصح. لماذا؟ طيب نعم يصح، لأن في زمن الصحة، في زمن الصحة الإنسان حر يتصرف في أمواله ما يشاء ما دام عاقلا رشيدا، المهم أن يكون رشيدا
لا يكون سفيها، لكن متى يحجر عليه فلا يتصرف إلا في حدود الثلث؟ في مرض الموت فقط أو بعد الموت، إما في مرض الموت أو بعد الموت. وبعض العامة يفهمون هذه المسألة فهما خاطئا، يظنون أن الإنسان لا يتصرف في أمواله بأكثر من الثلث مطلقا، هذا غير صحيح. إنما لا يتصرف في مرض الموت فقط أو ما في حكم مرض الموت وما بعد الموت. أما في زمن الصحابة هو حر، فلو أوقف نصف ثروته أو ثلاثة أرباع ثروته أو حتى أوقف ثروته كلها فله ذلك ما دام رشيدا، أو وهبها أو تصدق بها. لكن أهل العلم يقولون أنه يكره أن يتصدق بجميع ماله، وذلك لأنه قد يصيب الشيء من الندم، وأيضا قد يبقى عالة يتكفف الناس ويسأل الناس، فالأحسن أن يبقي له شيئا من ماله. ولهذا في قصة الثلاثة الذين خلفوا، لما بشر كعب بن مالك أتى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، إن من توبتي أن أنخلع من مالي كله صدقة لله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أمسك عليك بعض مالك. فإن قال قائل: أليس أبو بكر الصديق رضي الله عنه في الهجرة أنفق جميع ماله؟ لما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: ما أبقيت لأهلك؟ قال: أبقيت لهم الله ورسوله. نقول: أبو بكر لا يقاس عليه، أبو بكر عنده من اليقين وقوة التوكل على الله عز وجل ما ليس عند غيره، لا يمكن أن يصيبه الندم أو السأم أو يعني شيء من التحسر، فأبو بكر لا يقاس عليه غيره. لكن عموم الناس نقول الأفضل أن لا يتصدق بجميع ماله، لكن لو تصدق بنصف ماله أو مثلا ثلاثة أرباع ماله أو أوقف نصف ماله أو ثلاثة أرباع ماله أو نحو ذلك فلا بأس. إنما هو محجور عليه أن يتصرف فيما زاد على الثلث في مرض الموت وما بعد الموت. ثم قال المؤلف رحمه الله: وتفارق الوصية العطية في أحكام. لما ذكر وجوه الاتفاق بين الوصية والعطية انتقل لبيان وجوه الفرق بين الوصية والعطية. الأول قال: في أحكام أربعة، أحدها أن العطية تنفذ من حينها، فلو أعتق عبدا أو أعطاه إنسانا صار المعتق حرا وملكه المعطى وكسبه له، ولو أوصى به أو دبره لم يعتق ولم يملكه الموصى له إلا بعد الموت. هذا هو الفرق الأول، أن الوصية إنما تنفذ بعد الموت، وأما العطية فتنفذ في حينها، كما مثل المؤلف بهذا المثال: لو اعتق عبدا وأعطاه إنسانا صار حرا وملكه المعطى من حين العطية، أما لو وصى به فإنه لا يملكه إلا بعد الموت. أو دبره، ما معنى التدبير؟ هذا المصطلح موجود في كتب الفقه، ما معنى مصطلح التدبير؟ نعم أحسنت، أن يقول: إذا أنا مت فأنت حر، يعلق عتقه بوفاته، فهذا لا يكون إلا بعد الموت. قال: وما كسب أي هذا العبد وحدث فيه من نماء منفصل فهو للورثة، لأنه ملك للسيد إلى حين موته، فما كسبه في هذه المدة فإنه ينتقل للورثة. الحكم الثاني أن العطية يعتبر قبولها وردها حين وجودها كعطية الصحيح، بخلاف الوصية لا يعتبر قبولها ولا ردها إلا بعد موت الموصي. العطية كما ذكرنا تحتاج إلى إيجاب وقبول، الإيجاب بأن يقول أعطيتك أو وهبتك، وتحتاج إلى قبول، فلا بد أن المعطى يقبل. لو أن رجلا قال لشخص: أعطيتك عطية من عندي 5000، لكن هذا المعطى رفض، قال: لا ما أريدها ما أريده، يعني فلا يعرف أن صاحبه أنا صاحب منه مثلا، سيمتن به عليه وسيؤذيه فيقول ما أريده، أو أنه يرى أنه ليس بحاجة لها أو لغير ذلك من الأسباب، فهل تنعقد العطية؟ لا، لا بد من قبول. فالقبول إذن يكون حين وجودها، قبول العطية يكون حين وجودها كعطية الصحيح. أما الوصية فالقبول والرد لا يكون إلا بعد موت الموصي. فلو أن إنسانا أوصى 5000 لفلان من الناس
وبعد وفاته قال هذا الموصى له ولا ما أريدها، فلا تصح الوصية وترجع ملكا للورث. الثالث أنها يعني العطية في مرض الموت تقع لازمة، لا يملك المعطي الرجوع فيها، ومجرد أن أعطاه وقبضها لزمت ولا يحل له الرجوع فيها. وهذا بخلاف الوصية، فإن له الرجوع فيها متى ما شاء، لأنها لا تلزم إلا بالموت. فلو أن إنسانا أوصى بأن يعطى زيد من الناس 50,000 ثم بعد أسبوع غير رأيه قال أريد أن ألغي هذه الوصية، هل له ذلك؟ نعم له ذلك. قال أريد أن أعدل فيها، أن أبدل، أن أزيد، أن أنقص، له ذلك. لماذا؟ لأن الوصية إنما تلزم بالموت، الوصية إنما تلزم بالموت، أما قبل الموت فلا تلزم. الرابع أنه يبدأ بالأول، فالأول منها إذا ضاق الثلث عن جميعها، يعني في العطية، في عطية المريض مرض الموت يبدأ بالأول فالأول إذا ضاق الثلث. نحن ذكرنا أن العطية في مرض الموت إنما تكون في حدود الثلث. لو أن رجلا يعني عنده أصدقاء وقال لهم يعني ثلث المال عنده 30,000 وعنده 3 أصدقاء، قال أنت يا فلان لك 30، ثم أتى صديق آخر قال لك 30,000 مني، ثم صديق ثالث قال لك 30. طيب نحن قلنا ما تنفذ إلا في الثلث، والثلث 30، ماذا نعمل؟ يقول يبدأ بالأول فالأول، نعطي الأول فقط، أما الثاني والثالث ليس لهما شيء. هذا بالنسبة للعطية. أما الوصية قال والوصية يعني بخلاف ذلك يسوى بين الأول والآخر فيها، ويدخل النقص على كل واحد منهم بقدر وصيته. فلو افترضنا في مثال السابق أنها وصية ليست عطية، قال أوصيت لصديقي زيد 30,000 ولصديقي محمد 30,000 ولصديقي عمرو 30,000 وثلثه أصلاً الثلث ما يعادل إلا 30,000، فكيف نعمل؟ نقسم 30 بينهم، كل واحد 10 10 10. طيب لماذا فرقنا بين العطية والوصية؟ لأن الوصية إنما تلزم بالموت، فوقت استحقاق هؤلاء الثلاثة واحد، أما العطية فلا تلزم من حينها، فهو الآن قد ملك الأول 30,000 وتملكه للثاني والثالث باطل، فتكون في العطية للأول فقط، أما الوصية فيسوى بينهم. هذا هو الحكم الرابع الذي تخالف فيه العطية الوصية. قال المؤلف سواء كان فيها عتق أو لم يكن الحكم في ذلك سواء، وكذلك الحكم في العطايا إذا وقعت دفعة واحدة. لو قال يعني أعطيت أصدقائي الثلاثة كل واحد منهم 30,000، قال بكلمة واحدة دفعة واحدة، فنفعل كما فعلنا في الوصية، نجزئ هذه 30 بين هؤلاء الثلاثة لكل واحد 10. طيب نأخذ تعريف الوصايا. قال المؤلف رحمه الله كتاب الوصايا. الوصايا جمع وصية من وصيت الشيء إذا وصلته، فالموصي وصل له ما كان له في حياته بما بعد مماته. وتعريف الوصية اصطلاحا الأمر بالتصرف بعد الموت أو التبرع بالمال بعده، الأمر بالتصرف بعد الموت أو التبرع بالمال بعده. وعلى هذا فالوصية تشمل هذين الأمرين، الأمر الأول الأمر بالتصرف بعد الموت كالولاية على أولاده وكتزويج بناته وكقضاء ديونه وكالصلاة عليه. يقول إذا أنا مت فيغسلوني فلان، يصلي علي فلان، ويقوم على تربية أولادي فلان، ويزوج بناتي فلان، ونحو ذلك. هذا يعني معنى من معاني الوصية، الأمر بالتصرف بعد الموت. أو التبرع بالمال بعده بأن يقول أوصيت بثلث مالي في وجوه البر، أو أوصيت بربع مالي مثلا لجمعية الأيتام، أو نحو ذلك. هذا هو معنى الوصية. ومن كان له
مال كثير فإنه يندب له أن يوصي، يندب له أن يوصي وأن يكتب هذه الوصية ويشهد عليها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين وعنده شيء يريد أن يوصي فيه إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه. متفق عليه. والراوي لهذا الحديث هو عبد الله بن عمر، قال ابن عمر: فما بت ليلة إلا ووصيتي مكتوبة عند رأسي. فينبغي لكل واحد منا أن يكتب وصيته وأن يبادر، لأن الموت قد يأتي فجأة، أو يأتي مرض الموت فجأة، صاب الإنسان بمرض يزول معه عقله، صاب بغيبوبة فيندم حين لا ينفع الندم. ونحن قلنا إن الوصية لا تزم إلا بالموت، يعني بعض الناس يقول: أخشى أني أوصي ثم أريد أن أتصرف في هذا المال. نقول لك أن تلغي الوصية، لأن الوصية لا تزم إلا بالموت، لك أن تعدل فيها وتبدل وتزيد وتنقص، لكن اكتب وصيتك وأشهد عليها. فعلى كل واحد منا أيها الإخوة أن يكتب وصيته، وأن يكون حازما وألا يكون مفرطا. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: لا، ما حق امرئ مسلم، يعني الحزم والاحتياط أن الإنسان لا يبيت ليلتين إلا وصيته مكتوبة عند رأسه. وخاصة إذا ترك خيرا، يوصيكم الله في أولادكم، إن ترك خيرا الوصية، يوصيكم الله إن ترك خيرا الوصية، إن ترك خيرا، يعني الخير هو المال الكثير، فمن ترك خيرا يستحب له أن يوصي. وحتى من كان ورثته يعني أغنياء أو عندهم ما يكفيهم يستحب له أن يوصي. قال: روي عن سعد يعني ابن أبي وقاص أنه قال: قلت يا رسول الله، قد بلغ بي الوجع ما ترى، وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا. قلت: فالشطر؟ قال: لا. قلت: فالثلث؟ قال: الثلث والثلث كثير، إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من تذرهم عالة يتكففون الناس. اتفق عليه. سعد بن أبي وقاص مرض مرضا شديدا وخشي أن يموت، فأراد أن يتصدق بثلثي ماله، فمنعه النبي عليه الصلاة والسلام. قال: إذن يعني يوصي بثلثي ماله، منعه النبي عليه الصلاة والسلام. قال: النصف؟ قال: لا. قال: الثلث؟ قال: الثلث والثلث كثير. فدل ذلك على أن الوصية لا تزيد على الثلث. ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ولعلك أن تخلف فينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. وبالفعل خلف، شفاه الله تعالى من ذلك المرض، وتزوج ورزق أولادا كثيرين، وانتفع به أقوام وضر به آخرون. من الذين انتفعوا به؟ نعم، المسلمون في معركة القادسية، كان هو قائد المسلمين في معركة القادسية، وضر به الفرس. فسبحان الله، تحقق ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد قوله: الثلث والثلث كثير، فالوصية لا يجوز أن تزيد على الثلث. والوصية تعتريها الأحكام الخمسة. إذا قلنا الأحكام الخمسة فما المقصود بها؟ نعم، أحسنت، الوجوب والاستحباب والإباحة والتحريم والكراهة. فالوصية قد تكون واجبة، وقد تكون مستحبة، قد تكون مباحة، قد تكون محرمة، قد تكون مكروهة. ونشرح إن شاء الله هذه الأحكام في الدرس القادم بإذن الله تعالى، نفتتح بها درسنا القادم: متى تكون الوصية واجبة، ومتى تكون مستحبة، ومتى تكون مباحة، ومتى تكون مكروهة، ومتى تكون محرمة. فإن شاء الله نفتتح درسنا القادم بهذه المسألة، ونكتفي بهذا القدر.